السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان في العالم، ورجعت لكم من جديد ومع العد التنازلي لشهر رمضان المبارك لعام 2023. وقبل أن نبدأ، ضع تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون والصلاة والصيام وتلاوة القرآن الكريم. والآن أحبائي، كم يوم باقي على شهر رمضان؟ باقي على شهر رمضان 4 أيام. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا الله. وبالنهاية أشكركم أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان على حسن المتابعة. كانت معكم أختكم مريانا، ولا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس، وطبعا رمضان معكم أحلى وأجمل. إلى اللقاء.